بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 من يونيو، تحسن الاقتصاد المصري، تحسن كبير في عدد كبير من المؤشرات فيما يتعلق بالنمو والبطالة. ورغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، ما زالت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما كانت عليه قبل اندلاع الثورة. في هذا العرض سنتعرف على تغير معدلات البطالة في مصر قبل وبعد ثورة 30 من يونيو. بنهاية عام 2013 سجل معدل البطالة في مصر 13.4%، وهو مستوى مرتفع لم تصل إليه البطالة في مصر من قبل على الإطلاق. بعدها في عام 2014 وتحديدا في الربع الأخير انخفض معدل البطالة إلى 12.19% ليتخذ بذلك مسارا هابطا حتى الآن. ثم في عام 2015 تراجع معدل البطالة بشكل هامشي واستقر عند مستوى 12.18% مكملا مساره النزولي. أما في عام 2016 فتراجع معدل البطالة في مصر إلى 12.14%، وهو أقل من مستواه المسجل في 2015 بنحو 14%. أما في 2017 فقد أكمل معدل البطالة في مصر مساره الهبوطي، حيث انخفض إلى 11.13% بفارق 1.1% عن مستواه في عام 2016. ثم في عام 2018 وتحديدا في الربع الأخير سجل معدل البطالة في مصر أول انخفاض دون مستوى 10% ليستقر عند 8.19%. أما في الربع الأخير من عام 2019 فانخفض كذلك معدل البطالة في مصر إلى 8% مسجلا بذلك رقما أحاديا دون مستوى 10% للمرة الأولى على الإطلاق. نأتي لعام 2020 حيث سجلت مصر أدنى معدل بطالة لها على الإطلاق عند مستوى 7.10%، وذلك رغم تداعيات جائحة كورونا حينها على الاقتصاد وعلى الوظائف بشكل عام. لكن في عام 2021 ارتفع معدل البطالة بنسبة هامشية لم تذكر واستقر في نهاية العام عند مستوى 7.14%، وهو مستوى متدن مقارنة بالمعادلات المسجلة قبل ثورة 30 من يونيو. ثم في عام 2022 عاد معدل البطالة إلى مساره الهبوطي واستقر في نهاية العام عند مستوى 27%، منخفضا بذلك بنحو 20% عن مستواه المسجل في عام 2021. في الربع الأول من العام الحالي 2023 عاد معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوى له على الإطلاق ليسجل 7.10%. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا عن تطور معدلات البطالة في مصر قبل وبعد ثورة 30 من يونيو.